احنا معانا تليفون لحضرتك. اتفضل. الو، السلام عليكم زينفين. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا استاذ خالد. اهلا معاك يا فندم، ازي حضرتك زينفين؟ الحمد لله تمام. دكتور حسن، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. بشكر حضرتك على الشرح الوافي ده يا دكتور، كتر خيرك. الله يكرمك. عندي حضرتك بقى وقت كام سؤال كده سريعا بعد اذن حضرتك. اتفضل. اقول لك حضرتك، ما الفرق بين التشوه الناتج عن الاختلال الكروموزومي والتشوهات الاخرى التي تطرا على الجنين واسبابها؟ ده سؤال يا فندم. تاني حاجة، ما هي الفترة الحرجة للحمل إن الأم تمتنع فيها عن أخذ أي أدوية أو تتعرض فيها لأي إشعاع لحماية الجنين؟ وأخيرا دكتور بقى بعد إذنك، في أبحاث بتقول إن لو أخذنا عينة من دم الأم ممكن فحصها وتطمن على كروموزومات الجنين، هل الكلام ده صح ولا غلط، ولا لازم أخذ عينة من السائل الأميوني عشان أطمن على الكروموزومات؟ كده تلت أسئلة وصلوا يا فندم؟ تمام. وصلوا تمام، هنرد على حضرتك على طول. هو الحقيقة الأسئلة مهمة جدا. الأسئلة مهمة جدا. هو يعني السؤال الحقيقة الأول احنا جاوبناه إلى حد ما في كلامنا. قلنا إن الكروموسومات دي عيوبها أساسا بتكون لها علاقة بعمر الأم وسن الأم وسن الأب كمان. فلو كل ما كان سن الأم أعلى وأقرب لسن الأربعين أو فوق سن الأربعين، كل ما كانت احتمالها أكبر. العيوب التانية اللي هي بتصيب الأعضاء اللي بنتكلم عنها دي لها أسباب بقى، هي اللي بنتكلم عنها، منها مولودات حشرية، منها تعرض للإشاعات، منها الفيروسات، الحاجات دي كلها. السؤال الحقيقة المهم اللي سأله واللي أنا يعني وده اللي هيدينا الرسالة الثالثة اللي نوصلها النهاردة لمشاهدين الحقيقة، إمتى الأم تمتنع عن الحاجات دي؟ شوفي حضرتك، في مفاهيم خاطئة كتيرة جدا عندنا، وده يعني ده موضوع كبير قوي يعني حضرتك، يعني حتى ده ممكن يخصص له برنامج لوحديه عن عادات السيدة الحامل، ايه الأخطاء اللي ممكن تعملها وهي حامل. انما اللي انا عايز اقوله بالنسبة لتشوهات الجنين، في ثلاث مراحل عندي، في مرحلة منهم خطيرة جدا اللي هي اول مرحلة. امتى؟ قبل ما يحصل الحمل، او مش قبل ما يحصل الحمل، قبل ما نشخص الحمل. هو احنا بنشخص الحمل امتى؟ مجرد الدورة الشهرية ما بتتأخر بنعمل اختبار حمل. ده معناه ايه؟ معناه ان الجنين بقاله اسبوع داخل الرحم. في الاسبوع ده اللي هو قبل الدورة الشهرية ما تتأخر، لو السيدة الحامل تعرضت لحاجة، الحاجة دي ممكن تعمل تشوهات جسيمة او اجهاض في الاسبوع ده، ودي نقطة مهمة جدا. ولذلك من الخطأ الشائع جدا ان تجيني مثلا السيدة اللي هي مثلا عندها سكر وبتاخد علاج للسكر وبتاخد أدوية كتير، وتيجي تقول لي أنا عرفت إن أنا حامل عايز أغير العلاج، أقول لها يا مدام كان المفروض العلاج ده يتغير وأنت بتخططي لحدوث حمل، لأن الأسبوع اللي فات ده خطر جدا اللي أنت خدت فيه الدواء ده. إذن عندنا أسبوع ما قبل تشخيص الحمل ده. طب هنعرفه إزاي؟ أبدا، كل سيدة ما بتستخدمش وسيلة لمنع الحمل وناوية تبقى حامل لازم تعتبر نفسها حامل حتى يثبت العكس، وباستخدامها للأدوية وتعرضها للمواد اللي ممكن تعمل تشوهات حضرتك دي لازم نخلي بالنا منها. فهي المفروض ان هي بداية عادتها، العادات اللي المفروض تمشي عليها في الحمل من الأسبوع الأول، من الأسبوع اللي يسبق تشخيص الحمل. يسبق تشخيص الحمل. ودي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي عايز اقولها برضو لحضرتك، ان احنا في فترة تكوين الاعضاء اللي هي بيحصل فيها التشوهات الخلقية زي اللي نشوفها، انعدام الدماغ والفتاء والحاجات دي كلها، دي فترة اللي هي الثلاث شهور الاولى بتنتهي تقريبا بالاسبوع العاشر. لكن بعد كده في الشهر الرابع والخامس، مش معنى كده ان خلاص فتحنا وناخد ونشم مبيدات حشرية، لا 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 تمام. لا، لانه التعرض لمواد خطرة على الطفل بيؤدي الى اضرار بشكل تاني طبعا، قد تؤدي الى يعني مثلا خد الدواء يضعف، يتسبب خطر على الكلى، ممكن يحصل له فشل كلوي بسببها، ممكن يحصل ضمور في الكلى بتاعه الجنين بعد ما تعدي الثلاث شهور الاولى. فما نصدقش قوي حتى بعض شركات الادويه اللي تقول لك الدواء ده ما يستخدمش في اول ثلاث شهور. مش معنى كده ان اول ما الثالث يخلص خلاص افتح واستعمله، لا، لازم اسال واتاكد الدواء ما كانش ضروري لغايه ما نولد البيبي بتاعنا، مش هناخده. طيب احنا معنا تليفون. الو، اسماعيل معاك. اهلا بحضرتك، اتفضل. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. وانا وخالد في الاسئله بتاعتنا بتبقى في الصميم. اتفضل. اذا الست حملت وجالها مرض الكورونا هيأثر على الجنين؟ قطعا هيأثر. تمام. وامتى بقى انزله عشان اتفادى الفيروسات دي اللي تدخل دي اعضاء داخله في الجسم؟ تمام. طيب هل تقدر تنزله في الشهور الاولانيه؟ وهل ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل عامل الوراثه
لو انا اتجوزت واحده بنت عمتي بنت خالتي وحصل خلف يطلع تشويه في الجنين لان في عامل وراثي انا مثلا شايل فيروس مش عارف سي ولا فيروس بتاع هياثر على الجنين. شكرا جزيلا. خلاص اوكي شكرا استاذ اتفضل. هو بخصوص كورونا الحقيقه لم يثبت حتى الان ان كورونا بتتسبب في تشويه معين او خلل معين في الطفل، ولم توصي الجهات الطبيه بانه لو اصيبت السيده الحامل بكورونا اننا ننزل الحمل، لان انتوا لسه ما تعرفوش. لان هو حاجه مستجده. هو الحاجه اللي متوقعه منه ان كورونا بيعمل مرحله خصوصا حتى بعد الشفاء من زياده تجلط الدم، وزياده تجلط الدم قد تؤثر سلبا على وصول دوره دمويه كويس للطفل. عشان كده بننصح الحوامل اللي هم ممكن يتعرضوا للكورونا انهم ياخدوا لودوز اسبرين اللي هو اسبرين اطفال بجرعه. الجرعه دلوقتي اللي بتنصح بيها 150 ملي جرام في اليوم، وبنعتقد ان الجرعه دي بتبقى كافيه لحمايه طفلها من المضاعفات اللي هي زياده تجلط الدم. انما علاقه كورونا بتشوهات الجنين مش علاقه واضحه ولا ثابته لسه. يعني ممكن يبقى يثبت بعد كده ان فيه، وممكن لو ثبت ما يعني طبعا هنتصرف طبقا لما يثبت علميا. ما هو يعني اصل هو ده فيروس ما بقالوش يعني لا اكيد. فعشان كده طيب في حاجه كان في سؤال تاني مع مش فاكره اللي هو لو اتجوزوا قرايب. هو زواج الاقارب حضرتك يبقى مهم في حاجه واحده بس، هل في مرض متوارث يعني ممكن ينتقل عن طريقه مرض او عيب خلقي؟ بس لازم المرض ده يكون موجود ونعرف ايه هو في العيله متكرر، عشان لو لقينا المرض ده متكرر ممكن المرض ده يكون في جين متناحي. جين متناحي يعني ايه؟ يعني عند الاب بس مش ظاهر عليه وعند الام مش ظاهر عليها، فلما يجتمعوا هما الاثنين هيبقى في فرصه لانجاب طفل عنده المرض ده. لو كان في جين متناحي في العيله يعني احنا لازم ندرس حالتهم، ما يقوليش زواج الاقارب ممنوع، لا ده احنا هنقعد ونشوف شجره العيله في حد عنده مرض وراثي او عيب خلقي متكرر. العيب الخلقي ده نوعه ايه؟ هل ممكن يتوارث عن جين متناحي؟ اذا كان متوارث عن جين متناحي تبقى فرصه الابناء لحدوثه 25%. تمام ده الوارد، فانت وحظك بقى لان 25% مش هنقدر نظبطها. ممكن يطلع كل اولاده عندهم المرض وممكن يطلع كلهم ما عندهمش. حسب الصدفه. صحيح. طيب هتكلم يمكن برضو في موضوع شويه شائك يعني. دلوقتي حضرتك قلت ان بيبان اوقات في الثلاث اشهر الاولانيين عند اللي هو الفحص في الشهر نهايه الشهر الثاني خلاص، فعرفتوا ان في كذا. طب ما عملتش الست، الناس ما تعرفش المعلومه بتاعت اخر ثلاث شهور دي والحمل بتاعه وطلع في السابع في الثامن لا تعبان، شرعا وقانونا ممنوع، فهي اذا هتنجب هذا الطفل. تمام. بتعملوا معاها ايه؟ الطفل اللي بيتولد ده ايا كان التشوه، طبعا في تشوهات خلاص بيتوفاهم الله على طول، لكن في ناس بتقعد. تمام. وبتبقى طبعا في عندهم خلل ما في صحتهم كده. بتمسكوهم ازاي؟ بترعوهم ازاي؟ بتوصلوهم لبيتهم ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. أكيد طبعا. أكيد طبعا. هو جزء مهم منه تقارب الطبيب مع المريض. وانه يشرح للمريض بتاعه ويفهمه كويس ايه حدود المشكله. لانه برضو مهم قوي عن يعني احنا حضرتك مثلا بنحب نصور الطفل اللي عنده مثلا تقزم في الاطراف، تقزم في الاطراف اطرافه كلها قصيره. وده ممكن يعيش ويعيش ويكبر ويبقى لغايه ما يبقى راجل. ده بنصور صورته بالاشعه الرباعيه عشان نوريه لها علشان ما تتصدمش لما تشوفه لما يتولد، تبقى متوقعه اللي هتشوفه شكله ايه. ده تحضير نفسي. ده بنسميه المشوره، اننا نقعد معاه ونفهمها ايه المشكله. تمام. وحدودها ايه؟ هيقدر ياكل وهيقدر يشرب هيقدر يتنفس كويس ولا هيعوقه عن التنفس ويحتاج مساعده طبيه يعني عنايه مركزه من ساعه ما يتولد. يعني في حالات بتحتاج رعاية مركزة من ساعة الولادة وعمره بيبقى قصير لأن الرئة مش شغالة كويس، وفي حالات هي ممكن يعيش ويعيش لغاية ما يكبر. برضه اللي يعيش لغاية ما يكبر ده لازم نسأل نفسنا سؤال، إن الطب والشرع هيحرم علينا إن إحنا نقتله؟ الإنسان هينزل ويعيش من حقه فرصة للحياة، وإحنا مش من حقنا إننا نمنع عنه هذه الفرصة. تمام. وبالتالي حضرتك لازم نعمل مشورة كويسة.
بره الحقيقه في بعض المدارس الطبيه ودي قليله جدا في العالم بيعملوا عمليات جراحيه يتدخلوا فيها والجنين داخل الرحم لدرجه ان بعض مش ممكن يتدخلوا بس يدخلوا بالليزر احيانا عشان يقدروا يصلحوا بعض العيوب الخلقيه، يعني ثقب العمود الفقري ده احيانا بيقدروا يقفلوه تمام لبعض الاشاعات، وفي عمليات جراحيه بيفتح الرحم زي العمليه القيصريه يطلع الجنين ويعملوا العملية الجراحية يصلح له مثلا الفتاء اللي في بطنه ده ويدخله تاني ويقفل عليه ويكمل حمله. الحقيقة العمليات دي نجاحها قليل أو مراكز قليلة في العالم اللي عندها الإمكانيات والمهارات انها تعمل. النقطة الثانية، طيب خلاص احنا مش هنقدر نعمله الحاجات دي وهو هيتولد، مهم قوي بقى اننا نعرف ونقيم حدود المشكلة اللي عنده، يعني هل هو عيب خلقي واحد ولا عيوب خلقية متعددة، هل ده هيحتاج دكتور أطفال ولا دكتور من تخصص تاني يكون موجود وقت الولادة. مثلا الطفل ده عنده عيب خلقي في القلب، العيب الخلقي اللي في القلب ده قد يمنعه من التنفس أول ما يتولد، لو اتولد في مكان عادي ممكن يختنق على طول ويموت بعدها لأنه محتاج جهاز تنفس صناعي بمجرد ما يتولد، ولو اتحط على جهاز التنفس الصناعي ده وارد جدا أننا نقدر نخليه عليه يوم واتنين وبمجرد ما حالته تبقى مستقرة يتنقل يتعمل له جراحة مفتوحة للقلب ويتصلح القلب فيها، وده ممكن في بعض الحالات. إذن التقييم الدقيق والوافي اللي يتعمل قبل الولادة ده مهم جدا، لازم يحدد لنا هيتولد فين، أنا لازم أولده في مكان يكون قريب من المركز، مش أولده مثلا في أسوان وأنا عارف إن العملية دي هتتعمل في القاهرة، يبقى أسهل إن الأم تسافر تولده في القاهرة عشان يتنقل على طول سلم وسلم. يعني متصورة حضرتك لازم أجهزه للمكان المناسب له، يبقى أنا كده اديته فرصة للحياة كان ممكن تضيع عليه لو اتولد في مكان تاني. صحيح. يبقى إذن دي النقطة التالتة. يبقى الكاونسلينج برضو إننا نقول لها والله هو فرصته الحياة. يعني مثلا طفل عنده الكلى مش موجودة وعاش لغاية نهاية الحمل، هو يعيش ليه في الحمل؟ لأنه معتمد على إن الدورة الدموية رايحاله من المشيمة من مامته، فكله عن طريق حد كله آخر عن طريق ماشي. لكن بمجرد ما هتنقطع هيدخل في حالة فشل كامل وهيعيش على يعني حالة من المساندة الطبية لغاية ما يموت في أيام أو أسابيع. بنفهمها كده وإن هي تتقبل الوضع بقى بتبقى مستعدة، برضو الاستعداد له أفضل بكتير من إنها تولد طفل وهي لسه قاعدة مترقبة له ومحضرة له أوضته ومحضرة له لبسه ومحضرة له وتفاجأ بإنه مش هيعيش غير يوم أو اتنين. بيتهيالي يعني إنه أفضل كتير يعني إلى حد ما. ويعني هو للأسف فيها كثير من الحالات طبعا ما بنقدرش نعمل لها أكتر من إننا نفهمها حالته يعني. طيب